والله هو لسه انا رافعه عامله محضر، ولسه القضيه هتروح محكمه الاسره عشان اثبت انه كان في جواز وكده. تمام، هو قطع الورق. اه ضربني وقطع الورق. تمام. طب كان في أي أضرار يعني ساعة الضرب ده؟ اول مره كان في، اول مره دي بدايه المشاكل كان من شهرين، كان في المره الاخرانيه اللي قطع فيها الورق ما كانش فيه يعني اضرار كتير. تمام. طيب هو بقى بعد الحوار ده هل كلمك او تواصل معاكي او بعت لك حد يكلمك؟ اه في اصدقاء مشتركه بينا كلموني طيب ايه كان الموضوع يعني كلموكي اللي هو عايزين؟ ما تتكلميش، ما تكبريش الموضوع عشان هيأذيكي، وهو حاول يمنع النشر ويوقف فيديوهات وحاجات من كده، وبس ده اللي اتقال لي اللي هو هيأذيكي بس. طيب في ناس برضو بتقول انك انتي استغلتي الحوارات اللي هي حصلاله وطلعتي عشان تتشهري يعني على قفاه بمعنى اصح، فهل ده هتشهر حقيقي؟ على قفاه؟ ده الكلام الناس طلعوا قالوه؟ لا طبعا، لا لا ما فيش الكلام ده، انا ولا عايزه تشير ولا اي حاجه، انا شغاله فنانه استعراضيه، لو انا حابه الشهره فما فيش طريق اسرع من مجالي تقريبا اتشهر بيه، صح؟ تمام. طيب انت في اي برضو حاجة تانية عايزة تضيفيها؟ لا ما فيش. عايز تسالي على حاجه تاني؟ انت ايه رسالتك؟ طب ليه يعني انت لو هتوجهي له هو اللي هو رسالة؟ بنات الناس مش لعبة يعني، أنا واحدة بقالي 3 سنين استحملتك واستحملت ظروفك وما كانش حد يعرفك، وكنت واقفة جنبك في كل حاجة، ورديت وقبلت بحاجات كتير ما كانتش ينفع، وخسرت أهلي عشانك، لحد دلوقتي أهلي معديني عشانك. فاللي هو مش بنات الناس مش لعبة يعني، مش لما ربنا يديك تفتري يعني على الناس اللي وقفت جنبك.